قارئ وقور وشيخ عالم وإمام للحرمين الشريفين وشخصية ارتبطت بالمصحف تلاوة وطباعة، فعلم الأجيال. إنه الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ولد لأب كان يعمل إماما وخطيبا في الجيش السعودي عام 1947. بدأ حياته بتلقي العلوم الأولية في كتاتيب قريته جنوب منطقة مكة المكرمة، وختم القرآن الكريم نظراً على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي وحفظ بعض أجزائه. في العام 1961 للميلاد التحق بمدارس محافظة بلجرشي لنيل ما يعادل الشهادة المتوسطة، ثم أكمل تعليمه الثانوي بالمعهد العلمي في نفس المحافظة. انتقل إلى الرياض عام 1968 للدراسة بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث أهلته شهادة البكالوريوس عام 72 للميلاد للعودة إلى المعهد العلمي في بلجرشي مدرساً وإماماً وخطيباً لجامع بلجرشي الأعلى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الشيخ علي الحذيفي اسم ارتبط بالمحراب والمنبر وتلاوة القرآن وتدبره وتعليمه، فما أتى هذا الارتباط إلا نتاج مسيرة علمية معرفية استكمل فيها الحذيفي الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر، فنهل العلوم من مختلف المشارب واحتك بالعلماء وطلبة العلم من كل جانب. استقر المقام بالشيخ الدكتور في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فدرس فيها بمختلف الكليات والأقسام لما حباه الله من العلم والمعرفة. مكنته هذه الرحلة العلمية من نيل الإجازات في القراءات على يد عدد من كبار القراء الذين يشار لهم بالبنان، فكان الصوت الذي علم والقارئ الذي أجاد، فقرأ كثير من الناس على ما سمعوا به الحذيفي يقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى،
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. أثر الشيخ علي الحذيفي بعلمه الذي راكمه واهتم بالتخصص في القرآن الكريم علما وعملا، فأما وخطب في محراب أول مسجد بالإسلام مسجد قباء لفترات متفاوتة قبل أن يتم اختياره لإمامة المصلين في المسجد النبوي عام 1988، وفي السنة الثانية خطب وأما المسلمين في المسجد الحرام. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. عاد الحذيفي مجددا بعد عام واحد في الحرم المكي لإمامة المسجد النبوي والخطابة فيه حتى يومنا هذا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. دور بارز في خدمة القرآن الكريم قام به الشيخ الحذيفي مترأساً اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية وعضواً في لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وعضواً في الهيئة العليا للمجمع. نال الحذيفي عدة تكريمات تعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الجميع على كافة الأصعدة لما قدمه من وسطية واعتدال وخدمة للقرآن الكريم ولما لصوته من ارتباط عاطفي بتعليم القرآن الكريم للنشأ ومرجعيته في القراءات وعلوم الذكر الحكيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءوا